dugsiyada Darul Uloom Primary School. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسولك دار العلوم وحان ما تعلم قدو بدون إن شاء الله تعالى مادة تربية أنا عبد السيد عبد الله عبدي أهنا معلم كمركة وحر سارا كجدية هل كاني مادة تربية وحان مركة عشر كينين ما تكون سابسين هاي ومقرر كي جلس كا إن سديدات سواء كبلا بدونه إن وحدة أفراد أو كل سابسين تجويد كا عشر كيس اللبات أو إن هروسو قادنا عشر كوبات أو كل سابسنا إن تجويد إن المد كل سابسنا أيين مركزي قادن دونا إن شاء الله تعالى ترسيين اللبات ما أنت وحويان أقسام المد مد كقيبه سا أقسام المد مد كقيبه سا أنتوا قيب سما مدكو هرا وحنوسو قادناي وعاشا كنكو رييي إن المد تعريف كيسا حروف تيسا أين هرا وصو قادناي ما أنت وحن قادنينا أقسام المد مد كقيبه سا أقسام المد مد كوحو قيب سما لبا قيب أضبو قيب سما مد ليلى المد الطبيعي مد الطبيعي ليلى هذا إياك لبادة المد الفرعي مد ليلى هذا مد الفرعي أي مركة وقف سمد أولا مركة كوبات المد الطبيعي ومد كي طبيعي جاها أيام برندونا إن شاء الله تعالى تعريف المد الطبيعي قيحتان كا مد المد الطبيعي لينو قيحايا المد الطبيعي مد كطبيعي جايه هو وحوي يسقى الذي كي لا يتوقف وان اسكت هاجينين على سبب سبب ان كو استاجين سبب تاسو من همسة همسة او سكون اما سكونة ان وتعريف كمركاسي مد الطبيعي والذي لا يتوقف على سبب من همسة أو سكون وانت سواق حيتان كان بتعريفك المد الطبيعي وسمي بالمد الطبيعي صابت الله قمك عابي مد الطبيعي محيتها وسمي بالمد الطبيعي وحال الله قمك عابي مد الطبيعي لأن الشخص روحه سوي الطبيعي أبوك عادي يهي يو النطق ان هذا الكيسنا وسحد يهي يا وتلقي هذا الكعيد كلا كلمي او كبرتي طبيعي غوغي ابو كغو سحي لا ينقصه كما نقصاميه ان عن حده حد كيس يقدر كيس كما نقصاميه ولا يزيد عليه كما نكريه وصابت لو مغعاب مكمد طبيعي لبا نقدين قادني واتاس وتعريفه يا صابت مد طبيعي لو مغعاب ان تعريف هو الذي لا يتوقف على سبب من همزه او سكون سببت الله مغعب بالمد الطبيعي وحويا لان شخص سوي الطبع والنطق والتلقي لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه انت اسي وقيحتانك المد الطبيعي حين بدنا ان شاء الله تعالى امثله المد الطبيعي تصال يوغا اوليه مد الطبيعي قيب توه الرئيسة تلعب ذا كوباد هبت جروبي الله قيب من دونا صدح جروبات بقى قيب سب من دونا أم بس صدح مجموعة يو قيب سب من دونا ألف يباء يجيم آية ذا تصالة الله ينقص هنا يو أمد الطبيعي لقو سوق هذا نايو أي أي نشبة قال الجلين دونا مثال كي تصالة هم ركع آية ذا كل جنا من قادن دونا حالة أمد كل ينوق يحي دونا أي أمر كاسية دونا هل كلا ينوق يحي دونا قيب توقع الرئيسة آية كوباد هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى مثال كي تصالو حوية وموسى حالة ديسو حوية الألف وألف موسى ثابتة في الوصل والوقف أو ألف سوغن مركا أن لسكو استاقوك آية دي مركا مركا سيان لسكو استاقين به تصالة آية اللبات فأخلفتم موعدي
مثال هو موعدي والياء موعدي ثابتة في الوقف والوصل ينضوى السكنة يدا والآخرية يا مركا لسكوز تاقيو يا مركا مركاسي ان لحيدنا يبا آية اللبات صدحات قالوا من فعل هذا مثال هو قالوا والواو الواو ووضع قالوا كجر ثابتة ومثل في الوصل مركا لحيدنا يبا ان لاستاغينين اخر اسكي يا والوقف مركا لاستاغينين صدح آيضات وحيث سالويهن حرف مدكي أو في الوصل والوقف لآخر آية أو انت بسوغن قروب كاللبات أو بعد آية دوه الرئيسة وحوي إن الله كان عليما حكيما تسالو حويا حكيما ألف تان أخي الألف ثابتة في الوقف وحيث سوغن تألف تان لآخر آية مركي إن لغو استاغ عليما حكيما دون الوصل مركا لا خيرنا يا اخر اسم ميسو او لما اخري ايو ايه اللبات قيبت با ان الله كان لطيفا خبيرا مثال كي يتساله حوايا خبيرا الالف خبيرا كسغاني ثابته في الوقف مركا لا استاغ يا سغنت هي او مركا سي اخر اسم خبيرا دون الوصل مركا لا اخري يا مايا iyada mar hadii la xidhiidhiyo oo akhriski aan la istaagin aliftaasi sugnaan mayso labada tusaale ayaynu kaga gudbaynaa markaasii qaybta markaasii gruubka aan ba oo markaasii ay ahayd xaaladu madkeegu in alifkii uu sugan yahay alif madkii marka waqfi la sameeyo la istaago wasli marka la sameeyo la xidhiidhiya una sugnayn qaybta ugu dambaysa waxa weeyaan قيبت الجيم تساليك وحويان أقوه الرأي إن الله فإن الله كان بعباده بصيرا تساليك وحويان بعباده مد هاء الضمير وحاكوس قال ماشى هاء الضمير كي أقول لماذا أيو ثابت في الوصل مركا لحيرين يا يوسف سجيه دون الوقف مركا لا استاغا يا مايا oo iyada marka la istaagaayo haa damirka mid keegi ma jiraayo saaraha labaad aan baayada laba innahu kana tawwaba innahu wa mithalka ay mahalu shahida ayada inuu ka soo qaadanayno wa maddu haa damiri haa damirki oo lamadaayo thabit wa sugan yahay fil wasli marka la xiriirinaayo duna al waqfi marka la istaagaayo ma تصاريو غاينو قادناي مد الطبيعي وليهي وحاو قيبسميا صدح قيبود سدا انو اخرس كان 10 انو اخري نبي ان كدريمينو قيبته او هريسا او الف كا او يهي وحا ويان ان ماركاسي الف مدكي ام حرف مدكي او سغنانايو او حالته مدكي الف كي يا وودي يا اديبا اي سغنانايان اي ماركا لا خيديرينايا اخرسكي ان لا استاغين يا ماركا لا استاغايبا قيبت اللباد وبعضا وحاين مركزي ألف مدكي آخر اسميا ومحالة مدكي الآخرية يا مركي اللي استاغي يوكلية مركي اللي حيرينا يا ماشا وكبحية إن قيبت أوضا بيسا أو جيمكا مركي اللي حيرينا يو إن أي مركزي هاو ضميركي السقنان يا مدكيكي هدي اللي استاغو ماشا وكبحية سامكا يدونا صدحا قيبات ومد طبيعي هو قيب سمي وقيب ان حالة مدكيك وسجنيا في الوصل والوقف يا قيب حالة مدكيك وسجنيا هايون في الوقف دون الوصل يا قيب وسجنيا هاي في الوصل دون الوقف او مركا اخر سكيل حريرينا وسجنانا يا يا مركا لسوي استاجابا وقيبتا كوبات الفكا يا قيبتا لبادو اورنايسا marka la waqfiyo la istaago ee akhriski lagu istaago un bay sugnaanaysa iyo qaybta ugu dambeysa ah marka la xiriiriyo bay sugnaanaysa marka la istaago sugnaan mayso
جود هان عشر كي إنه وحكوس أبسي هاي قيبها مدك وقيب سما مدك لا بايو قيب سماي مد الطبيعي مد فرع بو قيب سماي مد الطبيعي بالين وسه رئيسي تعريف كي سيئين وقال ماي إنه مركزي تعريف كي مدك خص خلاص إن مركزي أنت هل كاكو تالا لبا نقطة تعريف سكسو قال ماي الذي لا يتوقف على صبر بهمسة أو سكون أو قحطان كي سيئ صوت مد الطبيعي لو مجا عابي أو يظل الله إنه قاحي لأن الشخص سوي الطبع والنطق والتلقي لا ينقصه عن حده ولا يزيده عليه مدكين وهن محارة مد طبيعي تساري وشيسين وهن أصخر قيب نيساقنا صدح قيبوت قيب مركاسي في الوصل والوقف الآخر سقن يا قيب وقف كليا مركا لو اسكوش لأقو قرأ سقنانا يا مدكيه يا قيب مركا لو وصل يقرأ سقنانا يا إن شاء الله ترسيقا ملاحظة أيها الله سعطوه حقا دنبه ما قرانا ساكا عشر كاللسي سعطوه وينو قادم دونا الله يسكن راعين دونا إن عشر كاللاكين نحر كيسيو قنت يقب قبديسي انتا سايا قدان تهي إن أردك وحلوك بأهي هاي إنو عشر كيسي ملاحظة أيها أو وحي مركاسي قرار الله أسميه لا يسكن وكشق أيها عشر كاللي عشر كوري حرير بيليهين أو مدكي أو ينفسوا قادمي كانينا وحويان مركزي قيبه سي سيدانو مركز أرضي قول سعود إن شاء الله تعالى سأيك الفايدة وناكسن إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.